أول شيء وائل صديق كتير كتير عزيز علي وبتربطني فيه صداقة وكتير كبيرة، وخاصة إنه كمان ارتباط فني اللي هو من حبيبي أنا. هيدا الديو يعني مع احترامي لكل الناس اللي عملوا ديو بالوطن العربي من الجيل الجديد، يعني مثل هيدا الديو ما لقيت نجاح وانتشار. يعني هذا الديو عمره 26 أو 27 سنة وما زال بس تقولي مين حبيبي أنا بقولك هيدا the number one. بقى يعني حتى إذا بدي أعمل أنا وياه ديو حتى هو بيقول نفس الشيء، يا بدي يكون بمستوى مين حبيبي أنا ويكون نفس النجاح، يا أما ما رح نعمل.